اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن رمزي صالح. ازيك يا رمزي حبيبي؟ ربنا يخليك. كل الشياكه والجمال ده ها متعلم منك. تخيل ايه الاخبار الشتاء بقى فاهم؟ ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله، كله كويس. يعني مبسوط ان انا موجود معاك، والواحد بجد لما بدخل قناه الاهلي بجد يعني بحس انه في بيته. يعني طبعا اخبارك ايه والدنيا عامله ايه؟ بيستعيد ذكريات حلوه. طبعا كل الذكريات الحلوه دائما بتبقى في النادي الاهلي ومع جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه لان احنا الاسبوع ده، مش الاسبوع ده بس، الشهر ده بنتكلم دايما عن جمهور النادي الاهلي ودوره يا رمزي في مسانده ودعم والوقفه جنب لعيبه النادي الاهلي. هل تعرضت لامر حسيت ان الجمهور بالفعل وقف معاك فيه؟ طبعا، يعني يمكن كانت سنه 2009 كانت الحرب على غزه. هو في مواقف في الكورة كتير، يعني يمكن أول ماتش ألعبه مع النادي الأهلي في الدوري كان قدام الإسماعيلي وخسرنا 1-0، بس عملت ماتش حلو في استاد القاهرة. أوكي. الماتش اللي أخدنا فيه الدوري بماتش فاصل مع الإسماعيلي لو تذكر في استاد المكس. أول ماتش كانت بدايتي، أول ماتش ألعبه أساسي في الدوري مع النادي الأهلي كان ضد الإسماعيلي. فرغم إن احنا خسرنا لكن الجمهور قعد ينده عليا بعد الماتش. الحاجه دي ما تتخيلش اثرت معايا ازاي ورفعت معنوياتي ازاي. ودايما سبحان الله حته تعاطف الجمهور، انت عارف دايما الجمهور المصري بطبيعته يعني كان متعاطف جدا طبعا، اللي هي قضيه الفلسطينيه. فكان بالنسبه لهم وجودي في النادي الاهلي كان ليا معزه خاصه عند جمهور النادي الاهلي، ودي اللي لمستها. وخصوصا كان ايامها كان الشعب يعني كنا اهلنا كنا بنمر فتره صعبه في غزه، كانت الحرب العدوان الغاشم على غزه. نعم. فكان الجمهور دايما بيندع عليا، وما انساش لما كانوا في ماتش الاهلي والزمالك الجمهور كله سواء كان الاهلي او الزمالك يعني القطبين بصراحه وحدوا الهتاف بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، وقعدوا يندهوا عليا. دي حاجه يعني ما انساهاش اثرت فيا كتير. لا، جمهور النادي الاهلي له مواقف عظيمه الحقيقه، واخرها الحقيقه مسانده اللاعبين خلال الاسبوع او الفتره اللي فاتت. كان في مباراتين اتعادل فيهم النادي الاهلي، ولكن مسانده الجمهور دائما بتخلي اللعيبه تطلع من جو التعب والاجهاد والاكتئاب الرياضي اللي بيجي لهم من التعادل، لانه دايما انت عارف في النادي الاهلي انت بتلعب على المكسب فقط لا غير، وبالتالي الجمهور لما بيبقى واقف معاك بتحس ان انت فوق الدنيا كلها. اكيد طبعا. بص، النادي الاهلي اكتر من اكتر الجماهير يمكن في الملعب عاشق ناديها وبتلف ورا ناديها في كل مكان، بس لازم برضو اللعيبه تكون اذكياء في التعامل مع موضوع اللعيبه مع موضوع الجمهور. يعني بص، مهما كان الجمهور ده، لا خلينا نفكر انه اولا احيانا بتلاقي ناس من الجماهير جدا يعني طبقه متوسطه او طبقه حتى بالنسبه لهم كره القدم دي او لما نادي الاهلي بيكسب بتفرحهم وبتخلي يومهم يمشوا حلو. فهم مستنيين الحته دي، فانت بالتالي لازم تكون ذكي، فلازم انت تتعلم زي ما انت بتعرف بتحاول ان انت هم بيدوك الجماهير بتديك شعبيه وبتديك دعم كبير حقيقي. فلازم تتعامل مع حته انه الزعل بتاعهم بطريقه تكون ذكيه. لازم دايما يعني احنا نشوف لما انت بتقدم، حتى لما يكون لعيبه اكيد اي واحد مثلا من الجمهور بيتضايق لما ناديه بيعمل ماتش وحش طبعا، او حتى اللعيبه. فلازم يبقى انت كلاعب في النادي الاهلي ما دام لبست تيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى عندك خبره في التعامل مع الموضوع ده والتعامل مع الجماهير، لانه دايما جماهير النادي الاهلي ما بترضاش الا بالفوز. فبالتالي لازم يبقى في ذكاء من اللعيبه في التعامل ده، ويكون مقدر زي ما بيحب الجمهور يسنده لازم يكون مقدر لما الجمهور بيزعل منه. الجمهور بيزعل منه عشان بيحبه وعايز منه افضل نتيجه وافضل اداء في الملعب وبيحب النادي. يعني الجمهور هو، يعني كنت دايما اقول هذه الكلمه، ان الجمهور هو العنصر الوحيد في المنظومه اللي بيطلع من جيبه علشان يروح يتفرج على اللاعبين ويروح يتفرج على ويشجع النادي اللي بيحبه وهكذا. اكيد. بص، في لعيبه اعتزلت كتير من النادي الاهلي صح، ولعبت وعايشه على السنين لعبتها في النادي الاهلي وعايشه لغايه دلوقتي على محبه جمهور النادي الاهلي. فانت لما تكون لعيب لازم يكون عندك ذكاء في الحته دي، لازم تكسب تعاطف الجمهور، حتى لما تكون غلطان تتعامل كويس مع الموضوع ده وتتعامل بذكاء سواء على السوشيال ميديا. انت عارف دلوقتي صفحات السوشيال ميديا بقت كتير وبقت مؤثره كمان طبعا، واي لاعب اي كلمه بتتكتب
في لاعب او في حساب لاعب بيبقى مسؤول عنها طبعا وبتنتشر في مصر كلها. فلازم يبقى في ذكاء في التعامل مع الموضوع ده، ولازم برضو زي ما الجمهور لازم يبقى مقدر حاله الفريق ووضع الفريق، لكن في النهايه الجمهور الجمهور، وجمهور النادي الاهلي دايما بيحب المكسب وما بيرضاش الا بالمكسب. فلازم في ذكاء من اللاعبين في التعامل مع الموضوع ده، وزي ما النادي الاهلي بيديك حاجات كتير وجمهور النادي الاهلي بيديك حاجات، لازم يبقى عندك يعني زي ما بنقول كده يبقى عندك حته ان انت تتقبل النقد وتتقبل ان الجمهور بيبقى زعلان منك، لانه اول ما بتعمل ماتش كويس بتبتدي ترجع بتصالح بتصالح الجماهير، ولازم طبعا تعيش لقدام لان حب الجمهور ده هو اللي بيفضل في كره القدم، هي حاله في حياتنا او ليها سن معين وهنبطل، هو ده اللي عايشين لغايه دلوقتي. لما الناس بتشوفك ولا بتشوفني في الشارع هي دي المحبه، دايما لازم تخرج بصوره كويسة طبعا. طيب خلينا بقى نروح للنواحي الفنيه، تقييمك بقى للنادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، تعادل ثم تعادل ثم عوده مره اخرى للانتصارات. بس يعني هو طبيعي اي فريق بيمر بالمرحله دي. لكن هنا مشكله في مصر ومشكله جمهور النادي الاهلي انه دايما بيبقى عايز هو يبقى رقم واحد، وده حقه لانه النادي الاهلي هو عودنا على كده. صحيح. بغض النظر مين لبس تيشيرت النادي الاهلي او الجيل الموجود او كده، هو دايما النادي الاهلي في المقدمه. زي ما قلت لك النادي الاهلي في فرق شاسع بينه، يعني هو في حته لوحده بصراحه بغض النظر مع احترام كل الانديه بالارقام، سواء كان على مستوى الاداره او المستوى الفني اللاعبين او المستوى يعني العام او المنتاليتي العام اللي موجود في مصر. لكن دايما يبقى في يعني كل فريق لازم الجمهور يكون عارف انه كل فريق في العالم معرض لكبوات، بس الفكره انه انت تعرف ازاي تفوق من كبوتك بسرعه. شخصيتك صحيح. وشخصيه الفريق هي اللي بتحكم ان هي ترجعك بسرعه بعد الوقعه، واكبر دليل انه الاهلي بعد التعادل رجع كسب بيراميدز ورجع على طول للصداره، ودي حاجه يعني مش غريبه عن النادي الاهلي. ولازم طبعا الجهاز الفني يعني كولر لسه اول مره يدرب في المنطقه العربيه، راجل عنده خبرات كبيرة وأول مرة يجي مصر، أكيد هيحتاج وقت عشان يبني فريق. صحيح. هيحتاج وقت إنه يقرأ برضه اللعيبة، يقرأ يشوف احتياجات الفريق، فده دور كبير على الجهاز الفني الموجود، وأنا ما يعني شايف إنه النادي الأهلي ماشي في السكة الصح. طيب اعتلاء الدوري والعودة للصدارة شيء طبيعي طبعا للنادي الأهلي، ولكن الحفاظ على هذه الصدارة هو اللي صعب يا رمزي خلال الفترة اللي جاية. طبعا بص كل لاعب عليه مسؤوليات، الجهاز الفني عليه مسؤوليات، النادي الاهلي يعني هو في الفتره دي لازم يتحول، لانه بص انت عندك مشكله في النادي الاهلي انه كان زمان الحلول الفرديه كتير، دلوقتي ما فيش حلول فرديه موجوده. بمعنى ايه يا كابتن اسلام؟ يعني طبعا كل جيل بيختلف عن جيل، زمان كان مثلا حتى لو الاهلي بتعثر حتى الجيل العظيم اللي مر على النادي الاهلي احيانا كان بيمر بعثرات، لكن كان بتلقى حلول فرديه في اشخاص معينين هم اللي ممكن يخلصوا لك ويخلصوك من الـ من الـ من الـ من المأزق اللي انت موجود فيه. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، دلوقتي قلت يعني زي في العالم كله على في العالم كله، بس اصبحت التكتيك هو الغالب على اللعب الجماعي والانضباط التكتيكي والكلام ده. فبالتالي انت محتاج دور فني كبير في الموضوع ده، ان انت تعود اللعيبه على طريقه الاداء بتاعتك. مزبوط. بس اعتقد في كمان مهمه كبيره على الجهاز الفني، النادي الاهلي دايما بيعاني من الاصابات، فبالتالي لازم دور كبير على الجهاز الفني انه يحضر اللاعب رقم اثنين. صحيح. الموضوع سواء نفسيا او بدنيا او فنيا لازم يبقى رقم اثنين البديل بتاعك يكون جاهز، النادي الاهلي بيلعب ماتشات كتير وبيلعب في بطولات كتير وفتح جبهات كتير، فبالتالي بيتعرض لاصابات كتير، فلازم دور الجهاز الفني في الحته دي موجود جدا. وعشان كده بيخلي بالك برضو كولر خلال الفتره الاخيره، يعني لما في المؤتمرات الصحفيه البعض الصحفيين بيسالوه عن ان هم ما بيثبتش الفرقه لغايه دلوقتي، قال لهم احنا عندنا ماتشات كتيره جدا بمناسبه يعني ان هم 1 و2 و3، واحنا ال 25 30 لعيب كلهم هيلعبوا الفتره اللي جايه. اكيد ده الكلام اللي انت بتقوله، عشان كده هو بيعمله. طبعا ده مهم جدا، لانه انت دايما لانه اللاعب رقم واحد ده معرض في اي لحظه انه يتصاب، فلازم البديل يكون على مستوى المسؤوليه ويكون جاهز. اكيد رقم واحد ما بيبقاش زي رقم اثنين، لكن على الاقل يكون قريب منه، وممكن يبقى قريب منه في المستوى ده هيفيد الفرقه. طيب هل بتشعر ان الاداء بيتطور من مباراه لاخرى؟ اكيد طبعا. بس هو احيانا هي مشكله الاهلي انه
ما فيش نسق تصاعدي مره واحده، يعني بتلاقي نسق تصاعدي وبعد كده فيه هبوط وبعد كده بيرجع النسق بتصعد. يعني الماتش ده ماتش بيراميدز عملوه ماتش حلو جماعي وتوج الماتشات ده باللي هي بالاهداف، فدي حاجه يعني. بص هو في النهايه الاداء الفايده من الاداء اللي انت بتلعب هو تتويج الاداء ده ان انت تسجل اهداف. صح. حتى لو تلعب 90 دقيقه ما بتجيبش جوان، لكن في النهايه انت بتكون اديت لكن من غير نتيجه. لكن النتيجه دي كان في مشكله، في شويه عقم تهديفي في نادي الاهلي في الفترات الاخيره، لاحظنا غياب الموضوع ده شويه اثر على الفريق، لكن بمجرد انه برضو الهدافين يرجعوا ترجع النجاعه قدام المرمى وترجع استغلال الفرص، الفرقه تبقى تحسن وتظهر بشكل افضل بكتير. طيب ان شاء الله عندنا مباراه مهمه امام المصري يوم الخميس القادم، مباراة صعبة مع فريق صعب، مع فريق بقاله 3 4 ماتشات ورا بعض بيكسب، بقاله معاه مدير فني كابتن حسام حسن له طابع خاص، كابتن حسام له طابع خاص يعني في كل شيء، طبعا مدرب كبير من الناحية الفنية ولكن ايضا عنده النيرف والحماس والكلام ده برضه، فهي مباراة يعني صعبة جدا خلال اليوم الخميس القادم، ومن بعدها مباراة سموحة، من بعدها مباراة سموحة في الكاس والزمالك، الفترة دي فترة صعبة طبعا. بس هو طبعا ماتشات الاهلي والمصري طبعا مع وجود الكابتن حسام حسن لعبت معاه بصراحه بيدي باور كتير لفرقته، وعنده حته التشجيع دي موجوده والحماس في الملعب، وهو بصراحه دايما اي فريق بيمسكه الماتشات بتكون ضد النادي الاهلي او بتبقى ليها طابع خاص، اكيد مش ماتش مش سهل على النادي الاهلي. اكيد لازم الجهاز الفني يهيئ اللعيبه بشكل نفسي اولا. لازم الاهلي يلعب كل ماتش بماتش وما يبصش ان هو دلوقتي متصدر الدوري، يلعب كل مباراه ان هي مباراه كاس عشان هيرتاح النادي الاهلي. النهارده مثلا فرق 5 بونت، لو كسب الموضوع يفرق مع تعثر المنافسين. اكيد لو اتعامل مع المباراه بشكل جدي هيئ اللاعبين بدنيا نفسيا، سواء اتعامل مع الاصابات بشكل ايجابي، اللعيبه التكتيك الموجود للماتش، طريقة لعب المصري ازاي بيلعبها، اكيد الجهاز الفني عامل الحسابات دي كلها، وان شاء الله النادي الاهلي يقدم مباراة كويسة. اكيد الصدارة بتدي فرقة معنوية كتير معنويا من طبعًا. الناحية الايجابية طبعا. على الجانب الاخر هنا لغاية دلوقتي حتى الان صفقتين اتم النادي الاهلي الاتفاق معاهم رسميا، خالد عبد الفتاح باك يمين نادي سموحة اعارة لمدة 6 شهور، والضوي كريستو لاعب نادي النجم الساحلي وهو يعني راس حربه، تقول الناحيه الهجوميه بياخد الناحيه الهجوميه كاملا، شايف الصفقات دي ازاي؟ يعني بص هو اهم من الموضوع انه يكون بطلب من كولر هو المسؤول طبعاً. لازم يبقى في حريه كامله للمدير الفني في الصفقات، لانه في النهايه هو اللي هيتحاسب. صحيح. فدي اهم خطوه من خطوات النجاح، انه المدير الفني انت بتلبي له كل احتياجاتك كمجلس اداره. فبالتالي اكيد هو عنده رؤيه فنيه، اكيد النادي الاهلي محتاج باك رايت يكون اضافه مع محمد هاني، اكيد طبعا نتمنى السلامه لاكرم اكرم وكريم طبعا. فطبعا يعني هي حال كره بصراحه الواحد بص هو ده اللي بيفرق الواحد يعني. اوكي طبعا نتمنى السلامه للجميع طبعًا. لكن لما بيكون لاعب كويس وبيتعرض لاصابات من النوع ده اكيد الكل بيحزن عليه طبعًا. لانه اداؤه بيخليك تحزن عليه والتعاطف بيزيد معاه مع الجمهور. اكيد النادي الاهلي دلوقتي محتاج باك رايت مع محمد هاني، وكريستو يا رب يبقى صفقه اضافه للنادي الاهلي. اكيد يعني متابع من فتره، اكيد طبعًا. مش اي حد بيقدر يدخل النادي الاهلي، اكيد بيبقى فيه متابعه من زمان، الناس بيظهر لها ان هو النادي الاهلي اتعاقد مع لاعب، بس اللاعب ده اكيد تحت المجهر بقاله فتره ومتشاف بقاله فتره، ويا رب التوفيق ان شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اراء جماهير النادي الاهلي عن صفقات النادي الاهلي الجديده ونرجع نكمل. والله طبعا صفقات ناجحه ان شاء الله، وفي مركزين مهمين سواء الباك اللي هو من سموحه خالد، او الشاب الصغير ده اللي جاي من تونس، فحاجات جميله ان شاء الله ربنا يوفقهم ويعني يصلحوا بقى الاماكن الناقصه عندنا. وخالد عبد الفتاح صفقه مهمه جدا، لان بعد اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد الاثنين طبعا وهيغيبوا فتره، طبعا احنا خسرناهم، بس ان شاء الله خالد عبد الفتاح يكون في يعني عوض ويكون ان شاء الله لاعب كويس. الجميل كمان ان هو على سبيل الاعاره. بالنسبه للصفقه اللي هي خريستو بتاع النجم الساحلي
انا شايف ان هي صفقه جيده وكويسه جدا، يعني حسب الكلام اللي بيتقال عنه ان هو مهاجم بيلعب سريع، بيلعب برجله الشمال، هداف. فان شاء الله دي تكون اضافه للنادي الاهلي قويه، لان الاهلي فعلا يحتاج لهدافين يعرفوا يوصلوا بين الثلاث خشبات. دي المشكله بتاعت الاهلي. هو طبعا اللاعب التونسي كريستوت احنا ما شفناهوش لسه، بس طبعا ده شيء محترم يعني. وخالد عبد يعني هم لعيبه طبعا ده من الدوري المصري يعني مميزين يعني، او اللاعب ده كان مميز من الدوري المصري. هو كريستو مهاجم سريع يعني هداف يعني، فعنده التكتيك يعني ان شاء الله يعرف يفيد النادي الاهلي ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله. وخالد ان شاء الله يبقى باك يمين ان شاء الله يبقى حلو ان شاء الله باذن الله يعني. صفقات الاهلي شكلها كلها صفقات هتبقى قويه، بالذات خالد عبد الفتاح طبعا جاي اعاره من سموحه، فاحنا متوقعين ان هو يقدم اداء كويس الفتره اللي جايه. واللاعب بتاع الصفاقسي برده كريستو ده شكله لاعب قوي، فالنجم الساحلي، فاتوقع ان هو برده هيبقى صفقه قويه وهتبقى اضافه قويه للنادي الاهلي، وان شاء الله نقدر ناخد الدوري السنه دي ونأدي اداء كويس في كاس العالم للانديه ان شاء الله. هي اللي سمعناه عن الصفقات لغايه دلوقتي الحقيقه ان هي صفقات كويسه جدا، الكل بيشكر في كريستو وبيقولوا ان هو موهبه كبيره ويعني هيفرق جدا مع النادي، احنا كنا مستنيينه من اول من فتره الانتقالات الاولانيه. ويعني وربنا يسهل ان خالد عبد الفتاح يسند بقى مع محمد هاني لغايه ما المصابين الاثنين يرجعوا ان شاء الله. طبعا صفقات ممتازه ومهمه في الوقت ده، لانك بتلعب بطوله دوري عام وكاس مصر وهنلعب كاس دوري افريقيا ورايحين كاس العالم للانديه، فبالتالي لازم تشوف الويكنسز نقاط الضعف اللي عندك ايه. فطبعا اكتشفنا ان احنا عندنا الباك رايت طبعا محمد هاني ماشي كويس، فمحتاج خالد عبد الفتاح طبعا هيكون بديل ليه، بديل كويس ولاعب كويس مهاراته كويسه. وكمان كريستو محمد داو كريستو ده لعيب كويس قوي، لعيب صغير في السن ومهاراته عاليه جدا، لعيب تالنتد يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. رمزي يعني الفتره اللي فاتت مستوى، ايه رايك في مستوى حراس المرمى بشكل عام في الدوري العام المصري؟ يعني مين اللي لافت نظرك جدا في الدوري العام هذا الموسم؟ لا السنه دي مستوى الحراس عامه كويس والله. والله يعني مش شايف. بص اقول لك على حاجه طبعا. هنا مشكله في مصر انه بيحاسبوا حارس المرمى بالقطع. محمد الشناوي ولا غبار عليه، اتعرض لفتره من هجوم طبيعي. طب لا ما هو لسه كنت بتقول اقول لك يعني. اقول لك على حاجه، هو طبيعي ان انت بس حته حارس المرمى انا ما بجيش اقيم حارس مرمى من ماتش او ماتشين. لا طبعا دايما تقيم حارس المرمى على 30 40 ماتش ورا بعض هو عملهم ازاي. فطبيعي ان انت امبارح انت مثلا اي خطا لازم تحمله لحارس المرمى، فبالتالي بيحصل هجوم. بس طبيعي الاخطاء وارده، مفيش جون ما بيغلطش. شفت اليسون مع ليفربول، شفت ديخيا مع مانشستر يونايتد، بس ما بيتعرضوش للهجوم اللي بتعرض عليه هنا، سواء مش بس في مصر، في الوطن العربي عامه بيبقى في هجوم مبالغ فيه. اي جون بيغلط الناس طبعا اكيد مستوى ما نزلش من 3 ايام. فطبيعي الاخطاء وارده في كره القدم، بس احنا على مستوى الدوري المصري عايز اقول لك حقيقه، كان زمان من فتره مصر قعدت فتره عشان تتخلص من عبايه عصام الحضري في منتخب مصر بالتحديد. وقعدنا فترة كتيرة انه مين هيخلف عصام الحضري، لانه ساب ارث كبير بصراحة يعني. طبعا. فجي محمد الشناوي وظهر بمستوى، بدأت الناس تثق في محمد الشناوي بشكل كبير. حقيقي. جه برضو ابو جبل قدم ماتشات كويسة جدا، فما بقاش في حتة في حتة حراسة المرمى مشاكل في حراسة مرمى منتخب مصر، وبقى حتة مركز حراسة المرمى منتخب مصر مشكل تقل زي زمان. صحيح. فبالتالي الكبوات اللي بتحصل في الدوري ده طبيعي، ما فيش جول ما بيغلطش في العالم، فطبيعي انه محمد الشناوي يغلط لانه في النهايه بشر، طبيعي اي جول في العالم يغلط. لكن اللي بيفرق من جول عن جول انه ازاي يرجع الماتش اللي بعده، وبالتالي رجع قدم ماتشات. يعني مثلا اديك مثال، احمد الشناوي قدم 10 ماتشات في بيراميدز هايلين، جه ماتش الاهلي قدم مباراه مش وحشه. نعم. وبتحمل. هل نقدر نقول ان احمد الشناوي كان وحش؟ هل محمد الشناوي عامل مثلا 20 30 ماتش ورا بعض كويسين، غلط ماتش تقول ان هو نزل مستوى؟ فطبيعي انت بتلعب ساعات لعب كتيره، فبالتالي انت معرض للخطا. لكن الفكره ان انت تغلط وتاني ماتش تبقى احسن واحد في الفرقه، هو ده اللي بيفرق من شخصيه جول لجول. بس الدوري المصري السنه دي في جوان كتير ماشيه كويس،
في كتير ماشيين كويس. يعني انا اقول لك على حاجه، برغم الظروف اللي بيعيشها نادي الاسماعيلي مثلا وبيخسر وبيعمل، لكن حارس المرمى بتاع كوكو بيقدم ماتشات كويسه، وكل ماتش بيشيل جوان كتير. في جوان كتيرة بتعمل، في بسام، في المهدي سليمان عامل ماتشات كويسة. لا حقيقة في مستوى الحراس السنة دي في الدوري المصري بدأ يتطور بشكل كبير. طيب هنكمل كلامنا عن الدوري المصري، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ومع النجم رمزي صالح. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن رمزي، برضو الدوري السنة دي له شكل مختلف، يعني مباريات كثيرة حلوة تقعد تتفرج عليها. يعني المحل عامل باستثناء الماتشين ثلاثة الأخرين، المحل عامل ماتشات حلوة، فيوتشر عامل أداء هايل حتى الآن، سيراميكا متذبذب، الاتحاد برضو متذبذب، الدوري فيه حاجات حلوة كتير. طبعا هو الدوري المصري عادة يعني كان بصراحة كالمواسم اللي فاتت، الموسم ده واللي قبله واللي قبل آخر ثلاث سنين تقريبا، لما بدأت تطلع الأندية زي فيتشر فبيراميدز أكيد أثرت على مستوى الدوري المصري. أكيد الأندية دي كانت زمان يعني الدوري بشكل كبير كان محسوم، وكانت المنافسة دايما بين الأهلي والزمالك. دلوقتي بقى في ماتشات بتديك أقوى، سواء لما بتلعب بيراميدز، فيتشر، الاتحاد بدأ يرجع، المصري لما يبقى في حالته، ففي أندية فاركو بس معرفش ظروفهم السنة دي وحشة قوي. كسبوا الاتحاد أعتقد أو سموحة، أنا سموحة كسبوا سموحة أكيد، وجت فترة سموحة نفست مشيت كويس، دلوقتي عندهم مشاكل. أو أكتر حاجة مهمة أولا الناحية المالية، الأندية مهمة جدا بتأثر طبعا. ثانيا اللي بيحرك الناحية المالية، يعني في فرق لما انت تكون مع فلوس كتيره جدا لكن انت مش عارف تستغل الفلوس دي ازاي. اكيد لو كان المسؤولين عن تجيب اجهزه او ادارات سواء بتشتغل بطريقه علميه بطريقه فنيه، عندها صحيح رؤيه كويسه في اداره الفلوس، هتعمل نادي كويس وهتعمل شكل كويس. ما تنفعش، انا ايه الفايده ان انا دايما لما تيجي تبني فريق، ما ينفعش ان انت تيجي تبني فريق تحط بادجت عشان اول سنه، لا انت دايما لازم تبني فريق تحط بادجت، يعني ايه خطه طويله المدى لخمس سنين، انا عايز ابقى موجود فين، وامشي بتدرج في رفع مستوى الفريق، حتى على مستوى ضخ اللعيبه للفريق لازم يبقى عندك خطه طويله. ما ينفعش اجي في سنه اجيب فلان وفلان 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 وعايز ابقى اعمل فرقه. في حاجات كتر الفلوس احيانا بتخرب فرق، وده واقع في الدوري المصري. وحتى كان في مبالغه في اسعار اللاعبين واسعار، ودلوقتي عارف سواء كان اكيد الانديه بتتاثر مع الازمه الماليه العالميه اللي موجوده، صحيح اكيد الكل بيتاثر. فبالتالي بدا دلوقتي في فرق جابت لعيبه بارقام خياليه ودلوقتي مش عارفه تكمل، وده واقع لانه الازمه الماليه دي مأثره على العالم كله. فاكيد انت جزء من العالم هتتاثر طبعا. فبالتالي لازم، يعني هي كلمه، الفكره مش فكره فلوس، الفكره ان انت تحط الفلوس بطريقه مدروسه. ما ينفعش من امتى أول تجيب سنة رمزي وامتى طبعا تمشي اسلام، ما ينفعش من اول فلان سنه تبني فرقه تسميها فريق الاحلام. ما كان ريال مدريد عمل في سنه من السنين الكلام ده وخسر كل حاجه، لكن لما حط خطه طويله المدى عرف يعمل ازاي. شوف تجربه نيوكاسل في الدوري الانجليزي، حاطط خطه بعد خمس سنين انه يحصل على الدوري الانجليزي. ذكاء جدا، ما بيجوش ويقدر دلوقتي يجيب لعيبه العالم كله، لكن ده هيأثر بالسلب على الفريق. هو عايش يمشي بالفريق بحته تدريجيه، بحته مدروسه، ناس بتفهم بتخطط صح عشان تعرف توصل للنتائج المطلوبه على مدى طويل مش مدى قصير. طبعا الدوري المصري دلوقتي اختلف نوعا ما، في منافسه، بقينا نشوف فرق كتيره، بقينا نشوف ماتشات مش محسومه. النهارده اسوان بيقدم اداء راقي طبعا مع كابتن ايمن، طبعا طبعا عامل شغل كويس، وهو وقله امكانيات وعمل شغل ليه، لانه بس تعال احسبها، تجيب جهاز فني محترم حتى لو انت ما عندكش تخطيط، لكن في مثلا حد عنده رؤيه كويسه، صحيح باني فريق كويس، عامل فريق كويس، فبالتالي المنافسه موجوده. وفي ماتشات كتير بقت دلوقتي ما تحسمش من قبل الماتش، بقى واضح انتوا دلوقتي هي يعني دي ميزه النادي مثلاً الاهلي. طبعا كان زمان مثلا الزمالك لعب الداخليه النتيجه محسوم، صحيح هيكسب كام، دلوقتي بقى في منافسه، حتى مبقاش في فريق
صغير وفريق كبير، دي ميزة موجودة في الدوري المصري، أتمنى أنه تستمر على وإن شاء الله يتطور الدوري المصري، نشوف نتائج أفضل ونشوف مستوى أعلى للاعبين، لأن كل ده بينعكس على صالح الكرة المصرية طبعا. وبالتالي منتخب مصر إن شاء الله يرجع لسابق عهده بإذن الله. رمزي، مين اللي ممكن السنة دي على في المربع الذهبي يتنافس، الأربع فرق اللي تتنافس على المربع الذهبي؟ يعني طبعا الأهلي والزمالك لا خلاف، كالعادة إن شاء الله الأهلي يبقى يستمر في سيطرة الدوري. وأنا يعني اللي أعرفه من خلال خبرة متابعة الأهلي، لما بيبقى في الصدارة ما بينزلش، في فارق مريح دلوقتي، أتمنى اللاعبين يتحملوا المسؤولية ويلعبوا، يديك راحة شوية في الأداء، لما أنت بتبقى مرتاح ما عليكش ضغط بتأدي أفضل، كل لعيب يأدي أفضل عليك بدعم طبعا مجلس الإدارة وبدعم جمهور النادي الأهلي اللي بيروح ورا فرقته في كل مكان. في الزمالك برضو، في بيراميدز أعتقد، وفي أوتشار والاتحاد، لكن مع يعني بص هو دايما الأندية الجماهيرية بيبقى عندها مشكلة زي الاتحاد والمصر وكده، لكن أتمنى أنه العقلية تختلف نوعا ما، أنه الجمهور ما يبقاش عامل ضغط على اللعيبة. بالنسبة للاتحاد والمصري أعتقد المصري في وجود كابتن حسام حسن هيرجع يقرب من قدام، يعني مش ما تقدرش تجزم مين ثالث ومين رابع، لكن أعتقد يقرب لبيراميدز وفيوتشر أقرب. طيب رأيك بقى في أداء الفرق الصاعدة، يعني عندك الأسوان، عندك الداخلية، عندك حرس الحدود، ثلاث فرق، والحقيقة في الفترة الأخيرة كنا دايما بنقول إن نتائجهم ليست جيدة ولكن أدائهم رائع، وده بان بقى في الفترة الأخيرة نتائج كمان. طبعا بص هو برضو اقول لك على حاجه، هو المشكله انه المال احيانا بيتحكم في كل حاجه. نعم. الميزانيه اللي موجوده للفرقه دايما في مشكله في الدوري المصري، او فرق اول 3 4 ماتشات لما تخسرهم بتفضل موجود تحت، ودي مشكله. لان انت بتتاثر، الضغط عليك بيزيد. اعتقد حرس الحدود بدا يرجع، يعني مكسبه النادي الاسماعيلي دفعه معنويه طبعا، وده خلي بالك طبعا مفاجاه من العيار الثقيل، يعني الواحد زعلان على اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي حقيقي. مجلس ادارته بالكامل قدم استقالته النهارده للوزير، هو بصراحه وقابلها، يعني انا لسه قاري خبر الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قبل استقاله الاستاذ يحيى الكومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي. دي اقل حاجه تتعمل لارضاء جمهور الاسماعيلي، لانه مش الاسماعيلي حقيقه انه يبقى في الوضع ده، خساره على نادي بحجم الاسماعيلي مطلع مواهب كتيره بالشكل اللي موجود في الكره المصريه انه يوصل للحال في الشكل ده. برضو عندك حرس الحدود، اتمنى ان هو مش لحاجه، هو كل لما الفرق مستواه بيرتفع كل ما بنعود على الكره المصريه صحيح. كل ما الجمهور يستمتع، احنا شفنا عايزين نشوف دوري مصري يبقى مصر دايما رائده في كره القدم. اتمنى ان الدوري المصري يعني يرجع مستوى عالي، اتمنى برضو عوده الجماهير، النهارده بدات الجماهير تعود، اتمنى زياده اعداد الجماهير. احنا بنتفرج النهارده على دوريات كتيره، الكره العربيه بدات تتطور بالمستوى اللي حصل من السعوديه والمغرب في كاس العالم. صحيح، اكيد رؤيه العالم كلها، انت برضو انتهى كريستيانو رونالدو الدوري السعودي حاجه من الاحلام، ما كانش حد يتخيلها. ورغم ان الكوره في مصر، بس الدوري السعودي رقم واحد عربيا، لكن تعالى اي فريق سعودي بيلعب اي فريق مصري ما بيعرفش يكسبه، مش بسهوله بيكسبه، صح ولا لا؟ لانه مستوى الانديه في مصر عالي جدا، بس المستوى التنظيمي العام مش جيد حقيقي للاسف. يعني احنا ممكن نعمل دوري في مصر اقوى من الدوري السعودي كمستوى فرق واكبر، ده ايه لما يجي مثلا، انا اقول لك على مثال، في فتره من الفترات كنت بلعب في سموحه، جه فريق مثلا ابها السعودي كان بيلعب في دوري ممتاز، كسبناه 4-0 ماتش ودي. الفكره ان الكره المصريه اعلى بكتير حتى على مستوى اللعيبه، لكن هناك عارفين بيعملوا ازاي، في تنظيم حقيقي، في شغل عالي بغض النظر، تسويق وتنظيم طبعا طبعا. انت ممكن تعرف تعمل اي حاجه هنا، اكبر دليل. وبص اقول لك على حاجه، مصر دايما معروفه هي رائده في الوطن العربي، هي رقم واحد يعني مش على مستوى الكوره بس، على مستوى الفن، على مستوى الثقافه، اي حد صحيح. عايش يشتهر يجي مصر. فما ينفعش يبقى الدوري المصري
بالشكل ده بصراحه. اتمنى انه يكون التنظيم افضل، اللي هي فكره ربابه الانديه اكيد بيحاولوا يعملوا افضل حاجه، لكن اتمنى انه من هنا لسنتين ثلاثه يبقى في خطه لتطوير الشكل العام في الدوري المصري، تنظيم الدوري المصري. تنظيم. طيب من وجهه نظرك المدرب الافضل او اثنين مدربين الافضل حتى الان في الدوري مين؟ يعني شوف لو اتكلمنا على الامكانيات اللي موجوده في اسوان، ايمن الرمادي بصراحه كابتن محترم، راجل انا قريت عنه يعني ان هو شغال مصعد 7 فرق في الدوري الاماراتي. في الدوري الاماراتي من الاسماء الكبيره في الدوري الاماراتي اللي بتصعد دايما الفرق. بالمنظور بالرؤيه العامه هو عامل شغل. اوكي. لانه الفرقه دي قبل ايمن الرمادي ما كانتش بتحقق حاجه او خسرت اول 3 ماتشات تقريبا في الدوري المصري. رجع ايمن الرمادي عمل طفره. هو ده بقى اللي بان. انت لما تيجي مثلا مع فريق كبير، ما هو اوريدي الفريق ده كبير. حقيقي. اوكي، فانت معاك لعيبه كبيره، فبالتالي لكن انت بتصنع من لا شيء شيء، مع احترامي لنادي اسوان اكيد ما عندهمش او ربنا يكون في عونهم يعني اكيد. طبعا طبعا رئيس النادي دايما الشافعي سعد دايما يطلع يقول ان هو عنده ازمه ماليه طبعاً. لكن انت في ظل ازمه ماليه تكسب الزمالك وتعمل ماتشات هايله بالشكل ده، اكيد ايمن رمادي عامل شغل عالي. واعتقد يعني ممكن نتكلم يعني مثلا في عندنا مدربين كتير. كان مدرب المحله عامل شغل كويس قبل ما يمشي. طبعا، وهو ده الحاجه اللي تزعلك، ما اعرفش ليه دايما لما فرقه بتبقى ماشيه كويس تحس الناس اللي جواها او هم اللي بيهدوها. مش عارف ليه يعني. الواحد بيبقى مبسوط لما فريق زي غزل المحله يطلع ويعمل اداء كويس ونتيجه كويسه، تحس انه في ناس بتخرب مش عايزه كده. هو ده للاسف ده موجود في الكره المصريه. عارف، واقول لك على حاجه. اتفضل. يمكن دايما اللي بدا يخرب الكره المصريه في ناس كتير من تحت الترابيزه اللي بتتحكم في الكره المصريه، بقت المصالح هي اللي غالبه على الموضوع ده. فده بياثر على السلب الكره المصريه. وقلت لك يا رب يعني اتمنى الكره المصريه تبقى يعني تعلى اكتر من كده، ويبقى زي ما بيقولوا الراجل المناسب في المكان المناسب. يا رب ان شاء الله. رمزي شرفت ونورت، ودايما بنبقى سعداء بوجودك معانا. انا بشكرك جدا على تواجدك معانا، ودايما بنتشرف بوجودك معانا. حبيبي لا لي الشرف والله جزيلا. وببقى مبسوط طبعا بكون معاك، ويا رب دايما التوفيق ليك ولقناه النادي الاهلي والنادي الاهلي، ويعني تحياتي لجماهير النادي الاهلي. سعداء جدا بوجودك يا كابتن رمزي، انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عصام شلتوت في ضيافه البيت الكبير.